عرفتوا البنات هذا المحلول غزال بزاف بزاف. لو كان انك تمشي تشريه من الفارماسي، لو كان انك تمشي تشريه من اي بلاصه، من معشى باش من اي بلاصه، ما يكونش بحال هذا اللي كتصاوبي بوحدك في الدار وعارفه المكونات اللي فيه وعارفه شنو مصاوبه فيه، وما عارفه بلي ما فيه لا سيليكون لا بارافين لا حتى شي حاجه، يعني صنع منزلي 100%. اهلا وسهلا الكبيدات ديالي النويورات ديالي، كديرين لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ كنتمنى اموركم كامله تكون على خير، على خير وبخير، على بخير. شو زربانه على خير وبخير. وكل شيء هو هذاك محمد علي دير ليا الصداع في الدار، نوريكم شنو كيدير. نتوما راكم عارفين المعاناه ديالنا مع الويفي من شحال هذه ومازالين كنعانيو. محمد علي شاد واحد الروتور، المهم اللي ما عارفينش الروتور هو هذاك اللي كيطلق لك الويفي، كيقلب واش يقلب، كيقلب كيسحب لي زميل قلب واش يقلب فيه راه غادي يخدم لي. عندك الفكر الواسع. المهم كليداتي مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله هاد لا فيديو غادي تكون وصفه كيف ما عودتكم، ولا بد ضروري غتكون وصفه ديال تقويه الشعر. واحد الوصفه ما نقولش لكم عليها، خطيره واعره، شي حاجه افيكاس اللي انا كنجربها شخصيا وسالات لي وغنعاودها معاكم. مكونات ديالها خطيرين، حيد عليا من هذيك البصله والثومه. بالنسبه للبنات اللي ما كتعجبهمش الريحه ديال البصله وما كتعجبهمش الريحه ديال الثومه، خصوصا الا كنتو بحالي كيهبط لينا الطونسيو بالزربه، كيهبط كيجري الطونسيو والله. سيرتو الا درتيها وخليتيها مده طويله صافي ما كنبقاش انا هي انا بحالي، بحال كنتفروح، بحال كنتسطى. المهم اليوم غيكونوا مكونات مختلفين وشي حاجه اللي واعره، غير تبعوا لا فيديو حتى الاخر وشوفوا معايا الوصفه وجربوا الوصفه. دابا غادي نمشي باش نقدم لكم مكونات ونجلسوا في البلاصه المعلومه باش ندير معكم الوصفه. جايه دابا باش نهز معايا المكونات. عرفتوا محمد علي كيقول لي بحال داك العطار، انا هو العطار المتنقل. كنحماق على شي حاجه سميتها الاعشاب، ودائما انايا بالبلاطويه في الاعشاب وفي داكشي اللي باغا ندير به الوصفات. المهم غادي نهز معاكم دابا الوصفات ونمشي نجلس باش ندير لكم الوصفه، ما نطولش عليكم لا فيديو. عافاك عاوني. عرفتي والله جا اتولي قلب الكاميرا. المهم غنمشي نجلس نصور معكم سينو راه غنسطى انا هاد النهار. انا جلست في البلاصه اللي كنرتاح فيها واللي كنكون كنقدم لكم فيها الوصفات. غنبدا نيشان في المكونات باش ما نطولش عليكم لا فيديو. بالنسبه لاول مكون البنات اللي هو السانوج اولا الحبه السوداء، كل واحد وشنو كيقول لها، حنا كنقولوا ليها السانوج. بالنسبه للبنات من الجزائر غادي نخلي لكم السميه في صندوق الوصف اولا نقدر نخليها لكم في هذه البلاصه باش تعرفوا جميع المكونات اللي صاوبتهم في هذه الوصفه وحتى نتوما ديروها. بالنسبه للمكون الثاني البنات هو هذا كيف كتشوفوا القرنفل. المهم انا كنتمنى يبان لكم بحال هكا القرنفل. المهم حتى القرنفل نخلي لكم السميه اللي غادي تكون مختلفه على اللهجه ديالكم، غادي نخليها لكم هنايا باش تعرفوا المكونات. عندنا السانوج اولا الحبه السوداء، عندنا هنايا القرنفل، وعندنا هنايا حب رشاد. المهم حب رشاد الاحمر البلدي، وعندنا هنايا الحرمل. كيف كتشوفوا البنات هادو كاملين اعشاب اللي مزيانين بزاف للشعر ديالك ومفيدين للشعر ديالك، وحتى كيعززوا لك على انه يقوى ويجعر ويبدا ينوض لك خصوصا الخلفه. عرفتي تخيلوا اول حاجه كتبان في النتيجه ديال الوصفات ديال الشعر الا كانت نجحات معاك شي وصفه هي كتبدا الخلفه هي اول حاجه كتنوض لك في هاد البلاصه. او انا مادام اللي كتنوض ليا كنفرح كنقول صافي شوفوا راه الخلفه نضت ليا من هنا، راه دونك حتى الوسط راه هو بدا كيعمر. وصراحه هاد الوصفه وافقتني بزاف وزوينه بزاف، نتمنى الخير ليا ونتمناه لكم حتى نتوما بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من تساقط الشعر. وكذلك غادي نديرو قهوه سريعه ديال الذوبان حتى هي غنحتاجو منها معلقه صغيره. بالنسبه لهاد المكونات كاملين البنات غادي ناخذوا منهم معلقه كبيره من الحاجه، وغادي نديروهم هكا فشي كاسرونه بحال هكا. المهم انا غنهز معكم معلقه وندير. المهم البنات غادي ندير معلقه ديال الحرمل، وغادي ندير معلقه ديال السانوج وغادي ندير معلقه ديال حب الرشاد والقرنفل ماشي مشكل. غندير هاد المعلقه تقريبا معلقه ونص بحال هكاك. درت المكونات هنايا غنزيد عليهم قهوه سريعه الذوبان. بالنسبه للبنات قهوه سريعه الذوبان كتعزز لك النمو ديال الشعر، كيف ما كتنشط لك الجسم كتنشط لك الدوره الدمويه كذلك كتنشط لك الخلايا ديال الشعر ديالك، الخلايا ديال الفروه ديال الشعر ديالك. شي حاجه اللي زوينه بزاف بزاف. على ذكر القهوه بعدا باش ما تقولوش باللي انا راه نسيت، بالنسبه للبنت اللي كتكتب ليا في التعاليق باللي بغات صبغه للشعر، صبغه بنيه. انا ديجا كندير صبغات بنيه للشعر بمكونات اللي هما طبيعيه. ما نسيتكش اختي، ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نديرها لك وعلى الراس والعين. ودرت نص معلقه ديال القهوه ديال سريعه الذوبان. غادي ناخذ هاد المكونات غادي نعمر عليهم بالماء قياس هكا شي كاس ديال الماء ونديرهم على بوطه اللي تكون هكا خفيفه حتى يغلى ليا مزيان مزيان الماء. المهم نقدر نديكم معايا، المهم تخليوها حتى يغلى مزيان مزيان الماء وتعطي ديك الريحه ديال القرنفل وديك الريحه ديال السانوج. يا سلام واعرين والله. عاد اطفيو عليه ومن بعد غادي نوريكم كيفاش الطريقه وشحال مده تستعملوه وشحال ديال السوايع تخليوه في الشعر ديالكم. هادشي كامل تشوفوه معايا. المهم غنمشي نديه باش يغلى ليا مزيان مزيان ويطلقوا ليا كاع دوك الفوائد الزوينه وتعطي الريحه ديال القرنفل الفنه كتفكرك في ايامات زمان، ايامات جدودنا الله يرحمهم. المهم خليكم معايا. وبعد ما تبخ ليا البنات كيف كتشوفوا كتخليوه مده ديال 10 ديال الدقائق حتى كيغلى مزيان مزيان وكيعطيو الروايح ديالو. كيف كتشوفوا ها هما عندي جميع المكونات هنايا والريحه يا سلام كيف كتشوفوا الدخان. غادي نبردو مزيان مزيان، ما ديروهش وهو سخون حتى يبرد مزيان مزيان. عاد غادي نصفيه ونديرو في هاد القريعه ولا هاد الرشاشه ديال الموارد ما بقاش ليا فيها وقلت ضروري انني نستعملها في هاد الوصفه. صراحه كتنفع هكا الا بقات لك شي حاجه تستعمليها استعمالات واحده اخرى وحتى كتجي سهله باش انك تطبقيها على الشعر ديالك. المهم غادي يبرد ليا ونرجع معاكم. البنات انا صفيت ودابا كيف كتشوفوا كيخرج لكم هذا الماء بحال هكا مارو وتيكون عاقد. كيكون هذاك هو شنو سميتو الجهد ديال هذوك المكونات هو اللي كيبقى لك هنايا في هذه القريعه. وكذلك داكشي اللي كتصفيوه ما تلوحوش نهائيا، استافدوا منه البنات. كيف ما غندير انا شوفوا راه هنا مازال عندي غادي نشد هذا الشيء ونشفو مزيان مزيان ولا ديروه في الشمس يتشمش مزيان مزيان ومن بعد طحنوهم باش يرجعوا عندكم غبره وخلطوهم باي زيت عندكم سواء يكون زيت ديال البصله زيت ديال الثومه زيت الخروع زيت العود. غير ديروها في باماغي باش ما يبقاش فيها دوك الاملاح المعدنيه واستافدوا منه حتى هو. شوفوا دابا راه جوج ديال الوصفات في وصفه واحده، ولكن الحاجه اللي زوينه واعره هي هذا المحلول. عرفتوا البنات هذا المحلول غزال بزاف بزاف. لو كان انك تمشي تشريه من الفارماسي، لو كان انك تمشي تشريه من اي بلاصه، من معشى باش من اي بلاصه، ما يكونش بحال هذا اللي كتصاوبي بوحدك في الدار وعارفه المكونات اللي فيه وعارفه شنو مصاوبه فيه وما عارفه بلي ما فيه لا سيليكون لا بارابين لا حتى شي حاجه. يعني صنع منزلي 100% وكيجي ساهل بزاف بزاف. وبالنسبه للبنات راه ما كيخسرش نهائيا. خليوه مده ديال سيمانه، هذا ما يكفيكم سيمانه. راه شوفوا الطريقه ديال الاستعمال اللي انا كتجيني مزيانه وكتجيني كتعطينا نتيجه دغيا دغيا. فوق ما الدوري رشي، فوق ما الدوري رشي. بالنسبه للروايح اللي فيه راه هما روايح زويونين. يعني بالنسبه لهذا حب رشاد، بالنسبه للقرنفل، بالنسبه للسانوج، يعني هذوك روايح زويونين بزاف ماشي مشكل. يعني غير دوري ورشي دوري ورشي. وكذلك راه ضروري جوج ديال المرات في السيمانه خاصك تغسلي شعرك ولا بوده، خصوصا دابا حنا في فصل الشتاء شويه كنعكزوا على الغسيل ديال الشعر، ولكن خاص ضروري انك تعتني به وانك تغسليه. ونصيحه اللي كنقدمها لكم دائما حاولوا انكم ما تمشطوش شعركم في الحمام، مشطيه قبل وديري ليه هاد الماء ومشطيه مزيان مزيان وعاد دخلي دوشي. صراحه ما بقيتش ما نقول لكم كثرش من هاد المحلول اللي هو زويون بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوا، نتمنى انكم ديروا بالنصائح ديالي، ونتمنى ان تكون الوصفه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم كبيداتي ما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك. اي كبيده كتبغي دنيا وكيعجبها الوصفات اللي كنقدم ما تبخلش عليا بلي لايك، ها هي كاينه هنايا، طيبوا اللايك ما تخسروا والو. وبالنسبه للبنات اللي ما مشاركينش في القناه يهبطوا يشتركوا، غادي تكون هنايا البلاصه هنايا واحد المربع احمر مرحبا عليك واش تشاركي عندي وانضمي العائله ديالنا، ومرحبا بك والف الف مرحبا. خليتكم على خير والسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو ديال الخير واحد اخر وجربوا الوصفه. يلا خليتكم على خير والسلام عليكم.